حدث مفاجئ فاجأ المعتمرين وأثار اندهاشهم وحيرتهم من الأمر الغريب والنادر الذي يحدث أمام أعينهم داخل الحرم المكي وعلى بعد خطوات قليلة من الكعبة المشرفة، فيما يرونه بأعينهم قد يكون علامة من علامات الساعة الكبرى. حديث نبوي شريف عن علامة من علامات الساعة عاد الكثير من الأشخاص لتذكره في الساعات الماضية بعد انتشار مقطع فيديو لظاهرة غريبة داخل الحرم المكي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ووفقا للحديث الشريف، فهذا الشخص سيكون له ساقان دقيقان وسيقوم بهدم الكعبة لأخذ حليها والكنز الموجود تحتها، ومنذ ذلك اليوم لن تعمر الكعبة أبدا. وربط بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحديث بالموقف الغريب الذي وقع داخل الكعبة والذي ذكرهم بكلام النبي. فقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجلا طويل القامة بشكل لافت للنظر بين المعتمرين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ولم يتم الكشف عن هوية الرجل بشكل رسمي، لكن لون بشرته يشير إلى أنه إفريقي أو من أصول إفريقية، وقد قدر طوله بنحو 2.5 متر، ما جعله محط أنظار الجميع في الحرم المكي بسبب طوله الفارع الذي وصل تقريبا إلى نحو 0.5 طول الكعبة. وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن دهشتهم من طول الرجل ووصفوه بأطول رجل في العالم. ونشر العديد من المعتمرين صورا للرجل فارع الطول وهو يؤدي العمرة في صفوفهم، حيث بدا عليه الخشوع والهدوء خلال أداء العمرة، بينما أكد آخرون أن هذا الرجل يؤكد أن الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات النهاية ليس هناك أي مجال للتشكيك فيها. فإذا كان هذا الشخص بطوله الذي يبلغ 2.5 متر موجودا بيننا الآن، فمن الأكيد أن هناك فصائل من البشر لهم أطوال أعلى من ذلك بكثير، أمثال قوم يأجوج ومأجوج وذو السويقتين الذي سيقوم بهدم الكعبة. وبالتالي فالمعتمر الإفريقي هذا رسالة واضحة إلى الجميع وتنبيه إلى وجود بشر عمالقة في عالمنا حتى اليوم لم يظهروا بعد. ويستقبل الحرم المكي في هذه الأيام مئات الآلاف من المعتمرين وضيوف بيت الله الحرام الذين حرصوا على أداء المناسك خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما مع دخول العشر الأواخر من الشهر الكريم.